السلام عليكم، معكم عضو من اعضاء جمعية النصر للمكفوفين وضعاف البصر. كما تعرف الجميع هذه المجموعه هي مجموعه تتكون من تقريبا حوالي 14 شخص، فيها اخوان مكفوفين واخوان ضعاف البصر، وفيها اخوان حاصلين على عده شهادات، الاخوان اللي حاصلين على شهاده الاجازه في عده اسلاك سواء السلك العربيه او الاجازه او التروا. هذه المجموعه هذه كما تعرف الجميع هي مجموعه خرجت النضال تقريبا لمدة طرعة في 4 سنوات، وتلقت هذه المجموعة عدة وعود وقامت بعدة وقفات وعدة اعتصامات، وآخر وقفة كانت دارت هذه المجموعة هذه تلقت فيها وعود من المسؤولين، سواء من الولاية أو من المجلس، ولكن وكانت المتابعة منا حنايا كبعض الإخوة اللي في اللجنة تابعوا الملف. كنا تنمشيو كل حوالي تقريبا هاد المتابعة دامت 5 أشهر، تنجيو ما تلقاو الاستقبال ولكن بدون جدوى، بلا أن راه باقي ما كاين والو، باقي ما وكيف يعقل هاد الجهة هادي أنها هي جهة اللهم بارك جهة غنية على جميع على صعيد جميع المجالات، سواء أنها تعتبر جهة سياحية وفلاحية وساحلية بامتياز، جمعهم تقريبا بثلاثة. وما تنظنش انا غيغلب هاد 14 المكفوف اللي هما توفر لهم واحد العيش الكريم، سواء تعطيهم كيوسكات او تخلق لهم فرص للشغل باش نهزو راسنا، لان الدور في الشوارع تاع مدينه مراكش غتلقى الاخوان تيتسولوا هذا، وتلقى الغريب في الامر هو تلقى ان بعض الاخوان فيهم تلقى جوج اعاقات في سميتو تلقاهم في العائله، وصعيبه الامور، والاخوان الله يحسن لهم انا ما عندهمش، وكيمو الكفيف ماشي كسائر الناس انه يقدر يمشي يتواصل، انه يمشي يقدر يخدم او يدير واحد المهنه او شي حاجه، ما يمكنش لا ما قراش ولا معاونه تشدو لا راه ما غيقدر يدير والو. وتنتمنى الشعب المراكشي خاصه انه يتعاطف مع هذه الفئه هذه، وتنتمنى جلالة الملك انه يشوف محل هذه الفئه هذه ويتدخل ويعطف، وراه كما تنقولوا حنا راه مغاربه ونموت على في هذا الوطن هذا، نفدوه برواحنا ودمنا. حنا كما قلت لك هذه المجموعه فيها اخوان اللي قراو، فيها اخوان اللي ما سعفتهمش الظروف، وكما قلت لكم حنا اللي قرينا وتقاتلنا درنا عده مجهودات وتقاتلنا، سواء لا في الابتدائي ديالنا او الاعدادي ديالنا، او سواء فاش قرينا في لافاك وخدينا اجازه تقاتلنا الحمد لله، ولكن كاين الاخوان اللي فينا اللي ما تحتشمش هذه الفرصه هذو ولا ما عاونتهمش الدوله، راه ما يمكنش. وتالاش هذا الكفيف هذا غيبقى يترجى الله عز وجل، كيفاش هذا الكفيف غيبقى تيسعى او سميتو؟ ضروري راه تحنا بشر وتحنا راه بنا نديرو تحنا واحد الاسره ونديرو ونعيشو كبقيه الناس. الاسم لطيفه كرتاح، مدينه مراكش، سبب الوقفه ديالنا على حنا كمجموعه منذ تقريبا 2 ونص دابا، باش حنا كنناضلو على اساس بغينا العيش الكريم، بغينا حتى حنا الوظيفه العموميه، باش هذا هو الاساس، بغينا حتى حنايا نخدموا بكرامتنا ونقدروا اننا نهزوا روسنا ونهزوا عائلتنا كيف ما كيطلب اي شخص عادي. كاينين اللي عندهم ليسونس، كاينين اللي مازالين في طور الدراسه ديالهم، يعني باقي ما واخدينش ليسونس، وكاينين حتى يعني الناس اللي ما قدروش انهم يكملوا الدراسه ديالتهم، ولكن راه كل شيء من حقه انه يشتغل. يعني راه كيف ما تنعرفوا ظروف العيش حاليا راها مزريه جدا، يعني حتى بالنسبه للاخرين، ولكن بالنسبه لنا حنايا كاشخاص ذوي اعاقه كيطرحوا لنا بزاف المشاكل. المطالب ديالنا هو ان تنقلبوا على العيش بكرامه، وبغينا حتى حنايا نشتغلوا وبين الناس يديروا معنا حل باش حتى حنايا نعيشوا بكرامتنا وبواحد الدخل شهري، عمل اللي هو حنايا ان نكونوا اعضاء فاعله في المجتمع.